طيب كويس جدا، معايا واحد من العظماء الحقيقه في عالم التدريب بالنسبه لحراس المرمى، كابتن احمد ناجي. يعني هو اللي هيفصل لنا في كل هذه الامور، يعني مش هلاقي افضل من الكابتن احمد ناجي طبعا، مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني السابق ومدرب حراس مرمى نادي سموحه والاهلي طبعا وانديه كثيره جدا، ولكن كابتن احمد ناجي دائما في قلب كل الاهلاويه. يا كابتن ناجي ازي حضرتك؟ ازيك حبيب قلبي، وحشني جدا. انت اللي وحشني جدا جدا، ويعني دايما بنستمتع بيك يعني والله. حبيبي حبيبي يا اسلام، اخبار حضرتك يا كابتن؟ كله تمام؟ انا بخير بخير جدا الحمد لله. الحمد دايما يا رب. كابتن ناجي، خلال الفتره الاخيره او بعد نهايه كاس الامم الافريقيه، هل من وجهه نظرك ان هناك نزول في مستوى محمد الشناوي وابو جبل ومحمد صبحي الثلاثه اللي تم اختيارهم لقائمه كاس او قائمه تصفيات كاس العالم في المباراه القادمه ولا لا؟ اولا انا ما بحبش السؤال ده اساسا. نعم، يعني ما بحبش السؤال ده وما بحبش الخوض في يعني ترقيم الحراس دي، يعني اللي هم مرقمين اصلا. ايوه، ودايما انا كنت بقول ان الحراس اللي بيخطأ اخطاء مختلفه في فترات متباعده فده الفرز الاول. يعني يخطأ مره في قرار، يخطأ مره في بوزيشن، مش عارف ايه، ده العادي جدا، يعني ده العادي جدا. ما هي دي النقطه اللي انا كنت عايز اوصلها، لان انا عارف ان حضرتك هتردك، لكن انا النقطه اللي انا عايز اوصل ليها ايه، ان حتى لو هناك سوء في او مش سوء في المستوى، قله مستوى. ليه؟ يعني حصل للشناوي مثلا خطا مره، وبعد شهرين حصل له خطا، وبعد شهر بعدين مفنش. فده طبيعي. بتتكلم مفنش كل المباريات الاخيره كان رائع جدا وكان مؤثر في نتيجه المباريات. بالظبط. ابو جبل نفس الحكايه، مفنش كويس جدا والاثنين كويسين، وصبحي عامل مباراه رائعه، اخر مباراه عنده خطا، ده العادي جدا في العالم كله. العالم كله ده مستوى الحراس. لما انت بتاخد مجموعه من القرارات كبيره كل مره، مش معقوله هتاخد كل القرارات صح. مظبوط. يعني حتى لو انت قاعد كده في بيتكم وقدامك اكل لذيذ وشرب وفاكهه وعايز تاخد 70 قرار، مش معقوله هتاخدهم كلهم صح. حال بقى وانت بتلعب تحت ضغط عصبي وجماهير ومسابقه وخروج وصعود للدور الثاني، يعني المساله مساله انه التقييم اللي هو السريع ده طبعا مش صحيح خالص، زائد ان مساله مين هيلعب دي، ده سؤال انا ما بحبوش خالص بقى. لان حراس المرمى في العالم كله الحارس بيلعب 20 سنه. الحارس الاساسي بيلعب 20 سنه. ايوه. وكان ابو جبل ظهر بمستوى جيد في الكره الافريقيه، فده طبعا بقت ميزه ان احنا عندنا حارسين كويسين، لكن الحارس الاول هو يظل الحارس الاول. بخبراته بعدد ساعات لعبه الدوليه، 4 مرات كاس عالم للانديه، بطوله افريقيه، كاس عالم في روسيا، عنده مخزون كبير جدا وعنده يعني خبره دوليه، عنده ثبات عالي جدا، مأدي 5 6 سنين ورا بعض، ما يعني لو اخطاه يعني تكاد تعد على الاصابع. نعم. طيب برضه يا كابتن، السؤال اللي عايز اساله لحضرتك، ايه الفارق ما بين الحارس الاول والحارس الثاني والحارس الثالث؟ الحارس الاول اللي هو يعني مثلا احنا قعدنا نلعب بالحضري كام سنه؟ في الاهلي وفي المنتخب جداً. فتره طويله جدا. مظبوط. الاهلي ما كانش فيه حراس، كان فيه نادر السيد وكان فيه عبد الواحد السيد وكان فيه حراس كثيره جدا معاه، لكن هو خلاص بقى هو الحارس الاول لانه اكتسب الخبرات اللي خلته الحارس الاول، المستوى البدني والفني والذهني والنفسي وكل الحاجات دي متجمعه، والباك جراوند والقبول عند الناس، حاجات كتير جدا في المسطره يعني بتبقى في الحسبان. فبقى الحارس الاول لما جه الكيرف الحضري ينزل، وخدنا قرار في كاس العالم ان الشناوي هيلعب، خدناه على اساس ان العناصر دي بدات يعني تقل. اوكي. من حيث الرشاقه والسرعه والمرونه الحاجات العناصر اللي انت عارفها دي بدات تقل، فقلنا ان مصر لم تنضب وفي حارس طالع واعد الحمد لله يعني خلال المعسكر والمباريات الوديه، وكان اخرهم البرتغال كان مستوى رائع وحاجه جميله جدا، فقررنا ان هو ياخد كاس العالم وقد كان، ومن ساعتها هو الشناوي الحارس الاول للمنتخب مصر.
ما عادش الا في استثناء اصابه مره او مرتين. في ليبيا كان نجاك للاصابه لعب ابو جبل وكان رائع ابو جبل. مظبوط. وفي البطوله الافريقيه برضو اصابه ولعب ابو جبل وكان هايل ابو جبل. وده زي ما قلت لك دي ميزه كويسه ان عندك الحارس الاول حارس كبير والحارس الثاني حارس كبير. كابتن ناجي في مثل هذه المباريات تعديت بالحاجات دي كتيره جدا. في مثل هذه المباريات انا مقبل على مباراه مهمه جدا لل 100 مليون بقى، دي ما فيهاش 50 مليون ولا 80 مليون ولا 90، لا دي ال 100 مليون كلهم بينتظروا هذه المباراه. كيفيه ال انت متاكد ان هم 100 مليون بس؟ هم 103 وانا ماشي في صلاح وانا ماشي امبارح في صلاح سالم شفت ان هم 103، قلت لو في 3 مش مهتمين هيبقى في 100 مهتمين يعني. خلينا نقول لهم 100، ال 100 اللي موجودين يا كابتن يعني كيفيه التحضير لهذه المباراه؟ انت حضرتك عديت بهذه الامور فترات وكذا مره سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخب الوطني، وبالتالي شايف التحضيرات ماشيه بشكل جيد، شايف ايه من وجهه نظرك؟ عايز اقول لك اتفضل. طبعا ان اللعيبه اولا فرقه الزمالك جايه من سفر، وفرقه الاهلي جايه من سفر، فرقه بيراميدز جايه من سفر، والمحترفين جايين من سفر، يعني كل الاربع الناس اللي انت مختار منهم العناصر بتاعتك كلهم جايين من سفر ومن مباريات، يعني جايين من احمال عاليه. نعم. الثلاث ايام دول هيبقى في تحاكير ثلاثه يتعمل. ايوه. الاستشفاء يتعمل مظبوط جدا. على اعلى مستوى عن كل الناس المجهده والتعبانه دي، واللي حتى بتوع الدوري المصري برضه لاعبين مباريات مضغوطه، فهيبقى الاستشفاء واستعاده الشفاء دي من اهم الحاجات اللي تتعمل. ثاني حاجة الإعداد الذهني والنفسي للاعبين، وده طبعا من بقى ضبط التوتر واستعادة محاولات النجاح اللي قبل كده، ويعني تخلي اللعيبة في حالة نفسية رائعة وتفكرهم بنجاحاتهم، الموتيفيشن الدوافع، أيوه، الدفاع عن شرف الوطن وحاجات كتير جدا جدا. ثالث حاجة اللي هو تكتيكس اللي انت بقى هتعمله، اللي هو اللي انت هتستخدمه في المباراة، يبقى انت هتشتغل في الشغل الفني في التكتيك بس. اللي هو يعني مش هيبقى فيه لود بدني خالص. يعني مثل هذه المباريات دي ما فيهاش قبلها بيومين ثلاثة فيش حاجة اسمها لود بدني ولا بتاع. لا خالص، ما عندكش فرصة، لأن حتى اللعيبة أنت ما دخلتهمش تستشفى كويس، أنت مش هتعرف تستخدمهم، لازم يبقوا يعني يوم المباراة واقفين على رجلهم كويس. لا، وفي درجة عالية جدا من التركيز الذهني والإعداد النفسي، اللي هو هيلعبه كمان منافس قوي جدا جدا جدا. زي إن أنت عشان يعني ضبط التوتر ده موضوع كبير جدا. نعم. والبطارية النفسية بتاعت ضبط التوتر دي حاجة كبيرة جدا. طبعا الجهاز الفني على مستوى عالي جدا من الخبرة، وراجل يعني عندنا مدرب وقف على بنش ريال مدريد، وقف على يعني مانشستر يونايتد، البرتغال ومانشستر يونايتد، يعني عنده من الدرايه كافيه جدا ان هو يعد اللعيبه اعداد نفسي عالي جدا. فاذا اتعملوا الثلاث حاجات دول كويس ان شاء الله نخش في المباراه بشكل. حضرتك شايف ان منتخب السنغال هو افضل منتخب في افريقيا؟ منتخب السنغال يعني فرقه متكامله، يعني عندها يعني واصله لدرجه الكمال في كل الخطوط. يعني لو جينا نمثل حارس المرمى، احسن حارس مرمى في العالم مندي، الباكين واحد الاثنين بيلعبوا في بايرن ميونخ، والسنترالين واحد بيلعب في نابولي وواحد بيلعب في تركيا تقريبا. ثلاثه في نص الملعب، ثلاثه جامدين جدا. يعني ثلاثه من اجمد الناس اللي بتلعب في الدوريات الاوروبيه، والفيرويد نفس الحكايه. مش كده وبس، والاحتياطي كلهم خبرات كبيره جدا وكلهم في انديه كبيره جدا. ده ما يديناش يعني ان احنا نبقى في حاله زي ما سامعك في الانترو، ما يديناش، احنا برضو عندنا فرقه كبيره جدا. بالظبط. وعندنا لعيبه كبيره جدا. بالظبط. وعندنا كمان استاد القاهره اللي هو مرعب لكل المنافسين. يمكن طبعا انا سمعت الكابتن طارق العاشر وهو بيقول الكلام اللي انت بتقوله ده، لا بس احنا لعيبتنا برضو لعيبه كويسه. طبعا كويس تلعب عليه. طبعا. يعني هو بس من الناحيه النفسيه يمكن عشان احنا تاهلنا كاس العالم من الملعب ده، يمكن هو فكر في كده، لكن الملعب الحلو يدي افانس للفرقتين اللي هم بيلعبوا كوره كويس. مظبوط. فلا يعني انا شايف ان الملعب انه كويس، مش هيبقى يعني فرصه للسنغال ومش فرصه لينا، لا بالعكس.
عندنا فرقه كبيره جدا، عندنا فرقه، عندنا مدرب كبير جدا، عندنا مساعدين هايلين المصريين والاجانب، والجمهور اللي هيملى الاستاد اللي هو هيفجر ثقات اللعيبه ان شاء الله، ده هيكون في نتيجه رائعه باذن الله في يوم 25 ان شاء الله. كابتن ناجي، في معلش مره تانية، لانه اليوم يوم المباراه ايه اللي بيحصل؟ يعني يوم الجمعه ده كيف يفكر الجهاز الفني وكيف يفكر اللاعبين؟ عديت انت بالامر ده، فعشان كده عايز اسال حضرتك تقول للجمهور اليوم ده بيبقى عامل ازاي للعيبه وللجهاز الفني؟ اليوم ده المباراه هتبقى مثلا الساعه 6 او 8 8 مثلا، نعم، هيبقى في افطار اجباري الساعه 10. الماتش 9 ونص بالليل يعني؟ 9 ونص هيبقى في افطار اجباري الساعه 10. تمام. افطار، وبعدين اللعيبه ترتاح في غرفها شويه، وبعدين تنزل على ميعاد الغداء، هيبقى متاخر شويه على 3 3 ونص 4 ممكن قبل المباراه بثلاث اربع ساعات. ايوه. وبعدين المحاضره بقى اللي هي بيبقى فيها التحليل الفني وشغل المحللين الفنيين والفيديو اللي بتخلي اللعيب يخش المباراه كانه شافها فيلم سينما قبل كده. والواجبات اللي هياخدها كل لاعب في مركزه، اذا كانت في واجبات فرديه او واجبات جماعيه، بدايه من حارس المرمى، يعني مثلا هنبني اللعب من تحت، هنبني اللعب من على اطراف الملعب، هنبني اللعب، كل ده ادوار بيخش فيها حارس المرمى. نعم. بعد كده التكليفات بقى اللي هي بتاعه الكرات الثابته والكرات الثابته في الملعب هناك، كل الحاجات الخاصه اللي لينا واللي علينا. ايوه. بعد كده انت بتهيئ بعض الناس نفسيا لامور ممكن تحصل في الملعب. يعني مثلا لعيب هيلعب على لعيب خشن، هيخبط فيه، وانت مش عايزه ياخد انذارات او مش عايزه كذا، فانت بتهديه نفسيا خالص بحيث انه يستقبل العرض اللي هيجي له ده اثناء المباراه مثلا. التنظيم الدفاعي والتنظيم الهجومي والارتداد، هنلعب مثلا نص ملعب، هنلعب من بعد الدايره ب 10 يارده، هنلعب كذا، كل الامور الخاصه الفنيه بالمباراه بتتشرح باكتئاب جدا قبل في المحاضره والمحاضره الفيديو، وممكن يبقى في فيديو للحراس لو 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 المحلل الفني عامل الكور الثابته، ضربات الجزاء، ازاي بيلعبوها يعني المنتخب السنغالي. طبعا. نعم. طبعا. طبعا. ايوه. والتكليفات بقى اللي هي الفرديه، مين مين ومين مين هيبقى في القريبه، مين هيبقى في الزون، او مين هيبقى في الناس اللي ماسكه، ومين اللي هيبقى في التغطيه العكسيه، ومين يعني كل الامور الخاصه الفنيه بالمباراه. بعد كده طبعا يمكن انت حضرت طبعا وبعض المدربين اللي هم ليهم بعض الحاجات اللي بيعملوها يخرجك بقى عن الضغط النفسي والعصبي بتاع المباراه، في شويه تحريك، شويه ضحك، انت فاكر طبعا مثلا طبعا طبعا كان بيعمل ايه بيعمل لك اراجوز قدامك عشان هزار يعني، مش ولو لا حد يعني اوفر نيرف اكتر شويه بياخدوا بقى ويعني يعني يفكوا زي ما احنا بنقول مظبوط بالبلدي. كل هذه الحاجات دي بتحصل اليوم اللي قبل المباراه وبتحصل خلال الاسبوع كله، بس يعني مثلا الاعداد النفسي دلوقتي ما بقاش زي زمان، ما بقاش دايركت، بقى ممكن تقول كلمتين في اول الاسبوع، كلمتين في نص الاسبوع، كلمتين في اخر الاسبوع، تعمل جمله، الجمله دي بقى ليها تاثير في الاجابه على اللي انت عايزه او الحاجه اللي انت عايزها. نعم. فدلوقتي طبعا كره القدم حصل فيها تطور كبير، وحصل فيها انه المدرب شغله مش الساعتين بتوع الملعب بس، او الساعتين بتوع الصبح او الساعتين بتوع بعد الظهر. ايوه. وادومتم، لا، الشغل بقى على مدار اليوم كامل، من حيث التغذيه، التدليك، يعني نوع التدليك اللي قبل اللي هيبقى في الثلاث ايام دول ايه؟ عجن ولا نقر ولا مس ولا التدليك ده بقى عنصر مهم جدا، ونوع التدليك نفسه العضله محتاجه ايه من انواع التدليك في اليومين الثلاثه دول؟ ممكن ما تكونش محتاجه عجن لان هي مجهده، عايزه نقر او مس. فالتغذيه، امتى ياخد بروتين، امتى ياخد كربوهيدرات، امتى ياخد نشويات، امتى ياخد فيتامينز، امتى ياخد الحاجات دي كلها هي اللي بتخلي الاستشفاء يعني اسرع في كل العناصر، صح، اللي هي تخدم اللاعب في ان هو يكون قبل المباراه على هبه الاستعداد تمام.
الموضوع يعني مش بسيط يعني، كلك لقمتين وشويه بطاطس لا وبتاع لا لا. شويه بطاطس ومشويات وبتاع وخلاص. الموضوع طبعا يعني مثلا في التغذيه بتفجير الطاقه، ان انت تدي كذا وتدي كذا عشان ساعه الماتش يطلع كذا. فمعادله يعني يد 2 كب الف 4 زي زمان في الكيمياء، فاهم؟ طيب التغذيه والنوتريشن دول بقى مهمين جدا، مهمين جدا طبعا. طب يوم الجمعه يا كابتن، المباراه وانت قاعد بتتفرج عليها، ايه اللي يرضيك؟ يعني لو كسبنا 1-0، هل ده بالنسبه لك يبقى مرضي كاحمد ناجي؟ وعلى فكره، على فكره كل النتائج ممكن تبقى يعني متاحه هنا، وكل النتائج ممكن تبقى متاحه هناك. طبعا طبعا، عشان الناس ما تبقاش محضره نفسها على حاجه. ايوه ايوه، لان انت بتلاعب فرقه ممكن تعمل معاك اي نتيجه، وانت ممكن تعمل معاها اي نتيجه. صح، يعني بلغه الكوره الماتش ايكوال هنا وهنا، لان هنا في قدرات وهنا في قدرات. فممكن جدا تحصل نتيجه يعني مرضيه هنا ونعوضها هناك عادي، لان احنا فرقه كبيره. مظبوط. فانا بقول للناس، احنا كمان حاجه مهمه جدا، الناس هتروح من بدري قوي. صح، من الساعه 2 ولا 3. ما تقعدوش تشجعوا بقى. ايوه، ما تشجعوش. ايوه بس شجعوا في التسخين اول ما الناس تنزل، قبل الماتش بنص ساعه، وفروا جهدكم لحد ما يبقى التشجيع ده بقى فعال للعيبه. مظبوط، ومرعب للمنافس. وتاني حاجه، ان احنا ممكن في اي وقت من الاوقات يبقى في حاجه مش حلوه. طبعا، ما تنزعجوش وما تقلبوش. كل الحاجات دي لازم الاعلام اليومين الثلاثه اللي جايين دول، نعم، يقولوا فيهم كتير، لان احنا ان شاء الله ان شاء الله لو احنا عملنا كل حاجه صح خلاص يبقى الباقي على ربنا. بقى على ربنا بالظبط. يعني كده، لو اللعيبه ادت كل اللي عندها، عملت الماكسيمم بتاعها، كل واحد ادى دوره، المدرب ادى دوره، الناس الجماهير اللي راحت تشجع شجعت صح، زي ما بشوف جماهير النادي الاهلي. والنادي الاهلي خسران الماتش اللي فات عن كانه النادي الاهلي كسبان. مظبوط، هو ده المطلوب. وده منتخب مصر بقى مش النادي الاهلي، منتخب مصر اهم من اي نادي واهم من اي حد. طبعا، انا بقول للناس يعني المباراه ان شاء الله، اول مباراتين ال 180 دقيقه على بعض، نتيجتهم هتتحسب في ال 180 دقيقة مش في ال 90 دقيقة. معلش يا كابتن ناجي، عشان دي فرصة ان حضرتك معايا. انا معاك يا اسلام. المباراتين يا كابتن، هل بحضر للمباراتين ولا مباراة واحدة؟ بمعنى ان انا هتكلم مع اللعيبة على مباراة يوم الجمعة وعندنا بعد كده الثلاث، ولا انا هفكر في الجمعة وبعد كده احلها الف حلال؟ لا، هفكر في الجمعة وبعدين بعد كده في استراتيجية للمباراة الثانية على حسب نتيجة المباراة الأولى. اوكي. هزود الاعباء الدفاعيه مثلا، او هزود حد ليه دور دفاعي او دور هجومي على حسب نتيجه المباراه الاولانيه. اوكي. يعني الاستراتيجيه بتاعتي هتتبني على نتيجه المباراه الاولانيه. اذا انا اعمل نتيجه كويسه هنا ان شاء الله ان شاء الله. فهناك هروح اعمل زون مثلا في المنطقه، ومنع على اللعيبه على كذا لعيب مثلا. ايوه، يبقى انه طب نوعيه اللعيب اللي انا همسكه دوت في الزون او في المان بتاعه هيبقى نوعيته ايه؟ ممكن النني ولا حمدي ولا عمر ولا السلية ولا زيزو ولا 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 ولا. فممكن الاستراتيجيات تتغير على حسب نتيجه المباراه اللي كانت عندنا في القاهره. ممكن انا مثلا لا قدر الله عايز اهاجم بقى وافتح الملعب وغير استراتيجيه، ممكن انا بدل الملعب 4 3 3 العب 4 3 2 1 4 3 1 على حسب النتيجه، وان شاء الله تكون نتيجه كويسه ونلعب ان شاء الله على اساسها في هناك في السنغال ان شاء الله. حضرتك مع الفيديوهات التحفيزيه، بمعنى انه اللي انا فاكره قبل المباريات المهمه محمود فايز ما شاء الله كان بيعمل لهم حاجات. فهل حضرتك مع ان ما زالت الفيديوهات التحفيزيه هيبقى ليها دور؟ لا، ما هو كل شيخ ليه طريقة. اوكي. أنا ممكن أعمل موتيفيشن دي بكذا شكل، مش لازم يبقى مثلا فيديوهات وحاجات تحميس وحاجات، مع إن محمود كان بيعملها بشكل رائع جدا، بتبقى مؤثرة جدا. لكن ممكن مثلا مستر كيروش عنده أساليب أخرى ممكن تكون أحدث. تحفيز وتوصيل اللاعب لنيرف معين، أو يعني إن هو يبقى في لعيب كده، انت طبعا لعبت وعارف ده كويس قوي، ان انت في مباريات بتبقى عايزه تبتدي عشان تبع، عشان تعمل حاجه حلوه قوي. في حراس بتبقى عايزه الماتش يبدا عشان يطلع احسن لاعب في المباراه. انت توصله للنيرف ده،
وصل للنرف ده هيديك احسن حاجه. لكن في لعيب بينزل يبقى عنده حاجه اسمها حمى ما قبل المباراه، يفضل 3 4 5 دقائق لحد ما يجي له سكند ويند او النفس الثاني عشان يبدا يطلع اللي عنده. لكن مثلا مفروض ان اللعيب ياخد السكند ويند ده في الاحماء. في لاعب بيبقى مش مركز في الاحماء فبياخد شويه وقت في المباراة. كل واحد على حسب طبيعته، صح؟ كل واحد على حسب طبيعته، بياخد شويه وقت في المباراه نفسها لحد ما يحصل انه يخش في المباراه. في لعيب ساعات تقول ايه ده لسه ما دخلش في المباراه. فالمدرب الشاطر اللي لعبته بيخشوا في المباراه من اول دقيقه. يدي لهم الاحماء المظبوط، يعني التسلسل بتاع الاحماء اللي هو المظبوط، الامداد والرخاء والتقويه وكل الحاجات اللي بتحصل في الاحماء عشان اللاعب يخش في المباراه، زائد بقى الموتيفيشن الدوافع والحاجات. وطبعا ما فيش اكبر من دافع ان مصر كلها 103 مليون، واعتقد انهم اكثر. انا كمان، بس يعني احنا هنمشي على اللي مكتوب. ف ف ف ف ف ال 103 مليون دول مستنين مكسب، مستنين فرحه، مستنين ان هم يعني بعد المباراه بقى. انا بتخيل كده بقى العربيات في الشوارع، وهنا مهندسين ومدينه مصر وفي كل الاماكن في مصر بقى طالعه فرحانه، والاعلام والحاجات، وان شاء الله تكون نتيجه يعني تستاهل الفرحه. يا رب ان شاء الله نشتغل شغلنا بقى اللي احنا نحافظ على المكسب ده ونجيب ان شاء الله يا رب. اخيرا يا كابتن، محمد صلاح ودوره، لانه الكل ينظر لمحمد صلاح ان هو اللي له الدور الاكبر وان هو اللي لازم يعمل وكذا وكذا وكذا، حضرتك عارف هذا الكلام، محمد صلاح ودوره في مثل هذه المباريات. محمد صلاح، يعني انا عايز اقول لك حاجه، اتفضل. وجود محمد صلاح في وسط المجموعه بيصدر الاحترافيه الحقيقيه. اللي هو يعني حتى لو احنا الماتش اللي كنا في كاس العالم لما احنا تعادلنا، هو اتوتر 10 ثواني مظبوط، بعد ال 10 ثواني راح يلا كلها شد الناس كلها دخلهم تاني في الجيم. فده دي اهميه محمد صلاح. محمد صلاح بي 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 بيشتغل في معتركات كبيره جدا، ما عندوش اللود اللي يخليه نيرف او يخرج بره الجيم او فدي اهميه كبيره لمحمد صلاح، انه هيصدر ده لكل الناس. وانا معلوماتي ان هو بيتكلم مع كل اللعيبه، ويمكن احنا في امم افريقيا كانت كل الناس يعني مش مديه منتخب مصر اهتمام ان يوصل للمرحله دي للنهائي. نعم، لان كل المنافسين لو انت جيت عملت يعني مقارنه بينه وبينهم هم افضل حاجات كتير، ولكن وجود محمد صلاح ادى حته ان لا ده انا عايز العب على النهائي، ده انا يعني لازم نلعب على النهائي. يعني هو دايما بص لاعلى حاجه، بص ده احسن لاعب في العالم، بص يكون احسن من ميسي وكريستيانو وكل الناس اللي موجوده. اللي عند محمد صلاح ده وبيفضله للعيبه، اعتقد ان الدور ده يعني بان في كاس الامم الافريقيه، ان هو فعلا وصل له بدلته. لازم يعني في ناس يا اسلام بعد ما جت من كاس الامم الافريقيه مستوياتها غير خالص. مظبوط، يعني في ناس كانت في التوب توب توب فورم، صح؟ بعد كاس الامم يعني عادي فيهم ناس يعني بقت مستوى عادي. اذا الحاجات اللي انا بقول عليها دي بتفرق جامد جدا في الاعداد النفسي والذهني، والحاجات دي بتفرق. بتطلع احسن حاجه عندك لما يكون عندك لعيب زي محمد صلاح، طبعا نفس كويس، لما يكون في دوافع جامده لكاس عالم، هنروح كاس عالم. يعني احنا حتى في مباراه الكوره كان عندنا لسه في مباراه غانا كمان يعني فرصه، بس يعني حتى لو بالظبط، بس لازم نتاهل من هنا. وكان كان 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 دوافع كبيره جدا، وكانت برضو اللعيبه ليها دور كبير جدا. فان شاء الله يكون محمد صلاح ليه دور ودور مهم، ووجود محمد صلاح في حد ذاته بيلفت انظار العالم كله للفرقه. صح. كابتن ناجي، انا بشكرك جدا 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 على كل هذه المعلومات. النجم الكبير الكابتن احمد ناجي، مدرب حراس مرمى نادي سموحه، طبعا بشيخ مدربي حراس المرمى في مصر. وانا كابتن ناجي بالنسبه لي واحد من الناس اللي انا بحبها جدا جدا جدا، مش انا لوحدي، كل جمهور النادي الاهلي. شكرا جزيلا يا كابتن ناجي على وجودك معانا.